ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يا من غفل عن الموت ألم تعلم أنه المصيبة العظمى والرزية الكبرى وعد صادق وحكم نازل ماذا أعددت لفضائح هل تذكرت فجائع إنه الموت الموت حق كل نفس تذوقه والموت كل الموت في سكرة الموت يويل منه راح عمره يسوقه وسط المعاصي واخر العمر مبروك الموت حق كل نفس تذوقه والموت كل الموت في سكرة الموت ويلي منه راح عمره يسوقه وسط المعاصي واخر العمر مبروك كلمة حرام لماذا لا نقف عندها ولماذا لا نتدبر فيها من الذي أحل الحلال ومن الذي حرم الحرام أليس هو الله؟ فإليك الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة الغناء. قال الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. سئل ابن مسعود رضي الله عنه وهو من أعلم الناس بالقرآن فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. قالها ابن مسعود أكثر الصحابة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعالم من علماء القرآن. قال عبد الله بن عمر: هو والله الغناء. وكذا قال الحسن البصري وغيره من العلماء. قال الله أيضا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية، اسمدي لنا يعني غني لنا. وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. أيضا قال الله للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. قال مجاهد: هو الغناء والمزامير. قال مجاهد: هو الغناء والمزامير. ومجاهد هذا عالم من علماء القرآن والتفسير. أما من قول نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، اسمع، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. تأملت في قوله يستحلون، يعني أنها حرام فيجعلونها حلالا اتباعا للأهواء. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوتان ملعونان فأجران أنهى عنهما، صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة ومرح، ورنة عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب. وفي لفظ آخر: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. فماذا بعد كلام الله ورسوله؟ فماذا بعد كلام الله ورسوله؟ روى لي أحد الثقات قائلا: شهدت حادثا شنيعا في يوم من الأيام القريبة الماضية. سيارة مسرعة ارتطمت بعد تقلبها بشجرة من الشجرات، فاجتمع الناس من حول السيارة المنكوبة وكنت معهم، يعني صاحبي، وفي السيارة
كان شاب لعله في آخر اللحظات من العمر، ولعله مع الموت في سكرات. كل من اقترب من السيارة وشاهد المنظر تأثر، والذي زاد الأثر والتأثر صوت الموسيقى، صوت الموسيقى المنبعث بقوة من مسجل السيارة. حاول البعض إسكاته وإطفاءه ولكنهم لم يستطيعوا. يقول: حتى قمت أنا بكسره بحجر وتم إسكاته. ثم أخذنا نردد على الشاب وهو في ساعة احتضاره: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فأبى أن يقولها، أبى أن يقولها. حاولنا معه مرات ومرات ولكنه لم يستجب لنا، حتى فاضت روحه وتوقف قلبه وسكتت أنفاسه. وفي تلك اللحظة الحرجة، ساعة خروج الروح، في تلك اللحظة الحرجة انطلق صوت نفس الأغنية التي كانت في مسجل السيارة من جواله الذي كان في جيبه، انطلق صوت نفس الأغنية التي كانت في مسجل السيارة من جواله الذي كان في جيبه. فأخذ الناس حول السيارة يبكون ويرددون: إنا لله وإنا إليه راجعون. خانتهم الأغاني، غرتهم الأماني، وضحك عليهم الشيطان. شبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله، شبابنا يموتون على المعازف والألحان. وصدق الرحمن حين قال للشيطان: واستفزد من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال رجل لابن عباس: أفتني في الغناء، حلالا هو أم حرام؟ فقال ابن عباس: لا أقول حلالا إلا ما أحل الله، ولا أقول حراما إلا ما حرم الله، لكن قل لي. يقول ابن عباس للرجل: لكن قل لي، إذا اجتمع الحق والباطل يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: مع الباطل. فقال ابن عباس: اذهب فلقد أفتيت نفسك، وهل بعد الهدى إلا الضلال؟ فاتقوا الله يا أمة لا إله إلا الله، اتقوا الله يا أمة القرآن، اتقوا الله يا أمة سورة الحديد وسورة القتال وسورة الأنفال. يا أيها الله على أعلى وجل، اتق الله الذي عز وجل، واعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. عباد الله، أتريدون نصرا من الله؟ أتريدون عزة وتمكينا؟ أتريدون أن تربوا أبناءكم على الرجولة؟ أتريدون بنات طاهرات عفيفات؟ تريدون؟ استجيبوا لرب الأرض والسماوات الذي قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.